السلام عليكم خوتي خوتاتي، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد من منطقة جديدة من مناطق مغربينا الحبيب. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون لمشاهد مختصرة لأحد أخطر طرق المغرب وأجملها من حيث المشاهد والمناظر الطبيعية، خصوصا أننا في فصل الربيع وما زالت الثلوج تزين المنطقة اللي غادي يخلي الفرشة المائية متوفرة هذا العام ان شاء الله. غادي ناخذكم معايا في أهم المشاهد على الطريق من قمة زنتاست، مرورا بكل من تين ملو وثلاثني يعقوب وإيجوكاك إلى ويرغان وصولا إلى أسني. الفيديو غادي يكون مختصر في مشاهد طبيعية ساحرة على طول هالطريق. في الفيديو القادم إن شاء الله غادي يكون تصوير تفصيلي للسياق عبر هالطريق من قمة زنتاس نزولا إلى أسني. ونتمنى يعجبكم الفيديو، اللي كيشوف الفيديو أول مرة يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق بس تزيد تشجعوني زيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب، ولا تكتشفوا معايا المنطقة.
you.